طبعا الفيتامين دال من الفيتامينات المهمة لعدة وظائف الجسم، ويوم عن يوم قاعد انك تشوف نقرا الابحاث وقاعد نشوف في وظائف احنا ما كنا نعرفها في السابق، الى لدرجه في اخر سنتين قاعد يتكلمون عن نسبه الفيتامين د ممكن تكون لها علاقه في بعض الاورام الخبيثه والسرطانيه. فانت تكون حريص ان الفيتامين د يكون في معدل طبيعي. الناس تعرف ان عشان تاخذ انت فيتامين د، عشان الفيتامين د يشتغل بجسمك تحتاج الى تعرض الجسم حق أشعة الشمس. نعم. وإحنا في الكويت ولله الحمد عندنا أشعة الشمس على مدار السنة، ولكن الناس ناسية نقطة مهمة. صحيح. إحنا ما قاعد نطلع بالشمس، أو حتى لو طلعنا بالشمس إحنا مغطيين. يا علينا القطرة، يا علينا الكبوس، يا العباية، يا هذا. فصحنا عندنا شمس، بس إحنا ما قاعد نعرض. ما قاعد نستفيد من الشمس هذا. ما قاعد نستفيد من الشمس. الفيتامين دال إذا بنتكلم كعلاقته في الهشاشة طبعًا في علاقة واضحة وهذا نقص فيتامين دال. العظام تحتاج شغلتين، تحتاج بناء العظام اللي هو الكالسيوم والفيتامين دي، واللي هو فقدان العظام اللي تآكل العظام. فأنت ممكن تبدي المريض على أدوية عشان تمنع تآكل العظام، عشان تمنع الهشاشة، ولكن نسيت الشيء المهم أنك أنت في نفس الوقت لازم تبني العظام، لازم تعطي كالسيوم وفيتامين دي. فهذه أيضا شغلة مهمة، ما يصير تبدي الأدوية هذه بدأ ما كنت متأكد من الفيتامين دال، نسبة الفيتامين دال تكون ممتازة. طبعا الناس تسأل تقول أي نوع من الفيتامين دال؟ فيتامين دال حاليا اللي متوفر في السوق اللي هو نسميه دي 3، رقم الدي 3، هذا اللي هو عبارة عن الفيتامين دال النشط. هذا ما يحتاج انها بس يدش، إذا خذ المريض خذاه على طول يقدر يستفيد منه بشكل مباشر. بشكل عام كل اللي موجودين بالسوق لهم نفس القابلية. أنا أقول له اختار الدول اللي أنت مرتاح لها. انا مثلا واحد من الناس ما احب الحبوب، احب الحبوب احب الابر مثلا، احب لا احب الاشياء اللي تمصها تحت اللسان، ما احب ابلع حبه. في ناس يقول لي ما احب حبه، يبي اخذ سائل، اخذ اللي يريحك. المهم جرعه الفيتامين د تكون مناسبه لك. حلو.